أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل من أصيب بأمراض نفسية أدت به إلى قتل نفسه أو انتحاره، هل يؤاخذ بذلك أو أنه أصبح مخبولا فلا يؤاخذ بهذا الفعل؟ الذي قتل نفسه من غير فكر وغير عقل لا يؤاخذ، لا يؤاخذ. لكن لو كان تعاطى السبب مثل شرب المسكر وأصبح مخبولا وقتل نفسه، أو تعاطى المخدرات، هذا هو المتسبب فيؤاخذ. أما إذا جاءه شيء أخل بعقله بدون تدخل منه أو تسبب منه، مرض أصاب عقله وأدى إلى أنه قتل نفسه، ما عليه حرج هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.